إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن المعروف يصنعه الإنسان يثمر له ما لا يثمره كثير من العمل الصالح في العبادات وغيرها. فصناعة المعروف إلى خلق الله أمر ينبغي على الناس أن يعتنوا به وأن يجعلوه في أولويات أعمالهم وحياتهم. وفعل المعروف هو إسداء الخير إلى الناس وبذله إليهم وكف الشر عنهم، وهذا قد يعود بالخير على معين، وقد يعود بالخير على المجتمع كله مباشرة أو بالتسبب. عباد الله، وقد يزهد كثير من الناس في فعل المعروف مع أنه قد يعلم منه كثرة صلاة وصيام وقيام وقراءة قرآن، لكنه لا يعرف منه فعل المعروف. وفعل المعروف هو عمل بين هذا العبد وبين خلق الله، وهذا بخلاف العمل الذي بين العبد وبين ربه. وكل عمل صالح سواء كان بين العبد وبين ربه أو بين العبد وبين الخلق فإنه عائد إلى أن يكون عبادة بينه وبين الله عز وجل. وهذا المعروف ربما يكون شيئا قليلا، كأن يكون غصن شجرة أو شوك ينحيه عن الطريق فينفع الله به، يريد به وجه الله فيشكر الله له ويدخله به الجنة كما في الحديث. وإذا علم الإنسان حقيقة المعروف وما فيه من الفضائل علم كم أنه مضيع في حياته في أيامه التي لم يفعل فيها معروفا. والمعروف لا يحتاج إلى أن تكون من الأغنياء. جاء طائفة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نتصدق. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة،
وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو كان في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فحتى الإحسان إلى الأهل فيه أجر وصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم كل يوم صدقة. كل يوم. وابن آدم له 360 سلامة، في كل يوم عن كل سلامة صدقة. كيف يفعل ذلك؟ وبأي شيء يفعل ذلك؟ بالإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: يعين أخاه فيحمل له متاعه على دابته صدقة. يعين أخاه، إعانة أخيك في بذل هذا المعروف، يعين أخاه يحمل له متاعه صدقة. أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. أعمال الصدقات كثيرة، وكثير منها في باب الإحسان إلى الخلق، في باب المعروف الذي قد نكون له من المضيعين في كثير من الأحوال. وقال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. والحديث بنحو حديث كل سلامة. فالعبد ينبغي عليه أن يستكثر من الأعمال التي يسديها إلى الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هل لاحظتم؟ إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وكل ذلك من المعروف، لا يقصر العبد فيه ولا يزهد. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فبالحصول على الإحسان يحصل الإنسان على المحبة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إلي إلى الله؟ من أحب الناس إلى الله؟ وما أحب العمل إلى الله؟ فقال: واسمعوا إلى هذا الحديث بالله عليكم. قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي في حاجة لأخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي مسجد المدينة. ومن كتم غيظه، ومن كتم غضبه ستره الله أو ستر الله عورته. ومن كظم غيظه وهو قادر على أن يمضيه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه. هذه قطعة مهمة، انتبه إليها. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى في حاجة لأخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. أليس كل هذا من المعروف؟ بلى. فإياك يا عبد الله أن تزهد. أنفعهم للناس أحبهم إلى الله. والأعمال التي ذكر من أحب الأعمال كلها في جانب المعروف من الناس. من يسعى في الإصلاح بين الناس لا تجد مثلهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
ومهما كان هذا المعروف حتى لو كان ابتسامة، حتى لو كان شيئا قليلا يبذله الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسامة، لا تجد شيئا عندك ابتسامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن امرأة جارتها ولو فرس نشاة. فرس نشاة يعني الظلف، يعني موضع القدم من الشاة من الغنم. يا نساء المسلمات لا تحقرن امرأة لجارتها، يعني إذا كان عندها شيء قليل فلتجد به ولتبذله ولا تجعله شيئا يسيرا في عينها ولو فرس نشاة. الفرس هو الظلف، القدم للشاة، كم يساوي هذا؟ يعني كأنه يقول: مهما كان من الخير أبذل شيئا، مهما كان للمرأة من الخير في بيتها ولو كسرة خبز ولو تمرة، مهما كان من الخير تبذله، لأنه في ميزان الله عز وجل يوم القيامة لا يضيع. وهو من الإيمان، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، من شعب الإيمان. وذكر صلى الله عليه وسلم 25 شعبة أو خصلة، أعلاها إماطة الأذى عن الطريق، كل واحدة منها تدخل الجنة. أعلاها إماطة الأذى عن الطريق. فما أعظم الجهد والعطاء والإحسان من الله على عباده أنهم يقدمون شيئا قليلا فيكون شيئا كثيرا عند الله عز وجل ويوم القيامة. والإنسان إذا تعاون على الخير وأعان على الخير كان له الشيء الكثير. ربما لا تستطيع أن تفعل المعروف وحدك، تتعاون. أخ لك في كربة، نفس عنه الكربة، أو دل على من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا، كن شفيعا في خير، قل كلمة خير في موضع، كف شرك عن الناس، هذا معروف من المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك أو تكف الشر عن أخيك صدقة على نفسك. صدقة فقط، لا تفعل شيء، هذا من الإحسان. قال العلماء: الإحسان ثلاثة أمور: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى، قدم شيئا. كف الأذى، لا تفعل سوءا، لا تستطيع أن تقدم، نفسك لم تعاونك على أن تقدم لهذا الإنسان الذي ربما لا تحبه لكنك تريد أن تحسن، مجبول على الإحسان، تحب أن تحسن لأن في إحسانك لأخيك فعلا للمعروف جميل، لكنك نفسك لا تطاوعك أن تعطيه شيئا، كف عنه أذاك، أمسك عليك لسانك، كف عنه الأذى. ما استطعت فلا أقل من أن تطلق وجهك ببسمة. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، أقل شيء. وهذا المعروف هو سيرة الأنبياء وخير الأصفياء من الأصحاب والسلف الصالح، أعمالهم. نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي في أول مرة خاف خوفا شديدا، فزع، وذهب إلى بيت أهله إلى خديجة، وقال: إني خشيت على نفسي،
فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، هذا الذي يفعل هذا كيف يخزيه الله؟ المعروف، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سأل عبد الله بن شقيق عائشة رضي الله عنها: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت: نعم، حين حطمه الناس، لما أكثر الناس عليه في الطلبات وأثقلوا عليه حتى كاد يشيخ، حطمه صار كأنه عود يابس من شدة ما حطمه الناس، فصار يصلي قاعدا من كثرة البذل. فالمعروف هو من شيم الأنبياء، هذا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه وجد الناس يسقون، من ضمن من كان يسقي امرأتان، ووجد عليه امرأتان تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. ما يعرفهما، ولكن يعرف أن هذا معروف، فأينما حل حصل المعروف، كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أينما كان يحصل في وجوده بركة وخير كثير. هذا ولو أنك أردت، إبراهيم عليه السلام الذي كان يطعم أي إنسان ويبذل ويبعث عبيده يطلبون الضيوف يأكلون عنده، ومن جاء بواحد ربما أعتق العبد لأنه جاء بمن يكرمه، بذل وجاد من نفسه. وكذلك سلفنا الصحابة والتابعون، فهذا أبو بكر الذي أنفق ماله كله، الخلفاء الراشدون كلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا سيما عثمان الذي كان يجهز جيش العسرة وسبل بئر رومة وفعل وفعل، ونساء النبي ولا سيما عائشة وزينب التي كانت أطولهن يدا، وعبد الرحمن بن عوف وغير هؤلاء، عندما تسمع بسيرهم كيف أن أحدهم كان يبذل الكثير الشيء الكثير، الزبير بن عوام وما أوصى به وما بذله عبد الله بن الزبير، المبالغ الطائلة التي تعد بالملايين المملينة يبذلها مرة واحدة، عندما تحسب ترى وإذا بها أعداد تكاد لا تستطيع عدها، كلها تبذل مع أن حياتهم حياة من يعيش الزهد، كثير من فقرائنا يأكلون أحسن منهم في الظاهر، كثير من فقرائنا يعيشون معيشة أرق وأنعم من حياة أولئك، ولكنهم كانوا يقدمون لله كل شيء. ويحزن أحدهم عندما يجد أن عنده الكثير، فلينتبه الإنسان من ذلك، وليكن على حذر من أن يمنع المعروف أو يتعاون على منع المعروف. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويل، ليس بالشيء السهل. وهناك قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. من أعمالهم التي أوردتهم سقر ما كانوا يطعمون المسكين، ما كانوا يحضون على الطعام، فأوردوا سقر. فإذا كان الإنسان إذا منع من نفسه العمل، فكيف إذا كان الإنسان يتعاون على منع المعروف؟ فيقول: لا تعطي فلانا، فلان آذاه، يقول لابنه: لا تصل هذا فلان، أخوك بينك وبينه خلاف، تمنع أبنائك من أن يصلوه، لماذا؟ لأنه بينك وبينه شيء، كيف يذهبون وأنت بينك وبينه خصام؟ أنت لم تمتنع فقط عن فعل الشر،
ولكن والعياذ بالله تعالى كنت سببا في منع الخير، نسأل الله العافية والسلامة. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. عباد الله، ولنتذكر أن المعروف لا يختص بالبشر، بل إن المعروف يتعلق حتى بالبهائم. فإذا علم الإنسان هذا علم قيمة المعروف، إذا كانت البهائم يقدم إليها المعروف فكيف بالمعروف للبشر؟ ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى حائطا من حوائط الأنصار، حائط بستان، فدخله فوجد فيه جملا، فلما رآه الجمل حن وذرفت عيناه، فنزل عليه الصلاة والسلام ومسح ذفراه وسراته وقال: أين رب هذا الجمل؟ وإذا به شاب من الأنصار، فقال: يا هذا، ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، لا تطعمه كفاية ولكنك تعمل عليه، إنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. إذن المعروف حتى مع الجمل، ولو أنه أساء إلى هذا، أليس قد قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ورجل دخل الجنة في كلب، كان رجل يمشي فاشتد به العطش فنزل بئرا وشرب منه، فلما خرج وجد كلبا يلهث الثرى من شدة العطش، فقال: والله لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ مني من العطش. فنزل فملأ خفه من الماء وسقى الكلب، فشكر الله له فأدخله الجنة. قال الصحابة: يا رسول الله، أو إن لنا أجرا في البهائم؟ قال: إن في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني إذا علم الإنسان، لذلك هذا المعروف مهما بلغ فإن الإنسان ينتفع منه. والناس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كم فيه من المنافع، قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني في الدنيا صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. أتذكر في هذا السياق حديث الذين آووا إلى الغار من شدة ما نزل المطر، آواهم مطر إلى الغار فانطبقت عليهم صخرة من أعلى الجبل فلم يستطيعوا الخروج، كادوا أن ييأسوا، من الذي سيسمعهم؟ فقالوا: ليس لكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أعمالهم كلها من المعروف، وانظر ماذا حرك تلك الصخرة. أحدهم دعا الله ببره لوالديه، تعرفون القصة، والثاني دعا الله بعفته التامة، عفى، دفع المال وكف عن الزنا لما ذكر بالله، والثالث دعا الله بأمانته التامة، كان للرجل عليه فرق من أرز، أقل من 10 أكيال من أرز، فأخذها ونماها وثمرها حتى صارت بقرا وراعيها واديا، فلما جاء يطلبه قال: هذا البقر وراعيها لك؟ قال: أتهزأ بي؟ قال: لا أهزأ بك ولكنه مالك. فأخذه فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. كلما دعا رجل منهم بذلك العمل، كلما دعا ربه انزاحت الصخرة، فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون،
لماذا زحزحت أعمالهم الصالحة تلك الصخرة؟ الصدق والإخلاص والعمل الصالح، هذه الأعمال. ولك أيضا في الآخرة، من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مهما تفعل أعمال، لا ينبغي للمسلم أن يعني أن يزهد، لأنه إذا زهد فيها ربما لم يفعلها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا والله يا رب ما فعلت حسنة قط، إلا أنه كان لي ديون على الناس وكان لي غلمان، فكنت أبعث غلماني وأقول من كان موسرا فأنظروا ومن كان معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال نحن أحق بذلك منك تجاوزوا عنه، نحن أحق بذلك منك تجاوزوا عنه. ما كان يعمل أعمالا صالحة، لكنه كان. وتلك امرأة تصلي وتصوم وتفعل الخير، شكيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تؤذي جارتها فقال هي في النار. أليس الخير أن تصلي وتصوم فقط؟ إخواني أذكر بأن هذا المعروف له آداب. كثير من الناس يضيع المعروف، أولها إخلاصك فيه وأن تشكر الله على أنه وفقك على أن فعلت المعروف. إياك أن تظن أن المعروف منك وحدك، توفيق من الله. وإذا أسدي إليك أن تشكر إلى الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أرزل في الثناء. هذا الحديث في الترمذي، وبعدما روى هذا الحديث، الحديث صحيح، روى قصة عن مكي بن إبراهيم أنه قال كنا عند ابن جريج، هذا واحد من وجهاء المحدثين، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال كنا عند ابن جريج فجاءه سائل فقال لخازنه أعطيه دينارا، فقال الخازن إذا أعطيته الدينار بقيت أنت وأولادك في جوع، ما بقي عنده شيء، فغضب وقال أعطيه إياه. قال ونحن جالسون وبعد قليل جاء رجل بصرة وكتاب من بعض أهله، وفي الكتاب أنه في هذه الصرة 50 دينارا، فلما عدوا ما في الصرة وإذا بها 51 دينارا، فقال لخازني هذه 50، هذا دينارك وهذه 50 فوقها، يعني لنفسه، لكن الخازن أراد أن يحفظ على ابن جريج ماله، لكن هؤلاء الناس فهموا فحملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، في وجوههم نضرة، فيهم من الفهم. نضر الله امرأ سمع منا مقالة فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. إخلاصك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والرجل الذي 7 الذين يظلهم الله في ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لا يمن على الناس ويؤذيهم ويقول أنت أنا أعطيتك كيف تعاملني بهذه المعاملة، يريد منه أن يعامله معاملة حسنة لأنه أعطاه. أتريد الأجر في الدنيا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وبعض الناس يقول افعل خيرا تجد شرا، اتق شر من أحسنت إليه، هذا من المن. وسواء كان قلت للرجل في وجهه أو قلت للناس بعده، وقلت أنا والله أعطيت فلانا ولكنه يعني جحدني حقي وكذا، هذا كله من المن، وهذا مخالف لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى من الإبعاد عن ذلك. إخواني سارعوا إلى عمل الخير، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا أيضا لقوله تعالى سابقوا
وكم في القرآن من المسارعة والمسابقة والتنافس. وأختم بأن أقول وأعيد: لا تحقرن من المعروف شيئا. بقصة قصيرة عن عائشة، جاءت امرأة معها ابنتان تحملهما، وسألت فأخرجت إليها عائشة 3 تمرات، هذا الموجود في البيت، فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل من ابنتيها تمرة تمرة، وأخذت تمرة وأرادت أن ترفعها إلى فيها، فأكلت كل ابنة منهما تمرتها ثم استطعمتها. يعني كل واحد تقول أعطيني التمرة، فشقت التمرة بينهما فأطعمتهما إياه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو حجبها بها عن النار. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك، وعلمنا محكم آياتك، واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة المشركين أعداء الدين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم وانصرهم على عدوهم وعدو المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وانصر الموحدين على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك، وفقهم إلى كل خير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.